السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نلعب لعبة اسمها كراشينج. اللعبة محجوبة طبعا من منطلق هذا العنصر غير متوفر في بلدك. اللعبة وراح أخلي لكم الرابط في الوصف حتى تشاركون اللعبة وتقولون رأيكم. Hey hero, how about some fun right here and now. يقول مرحبا أيها البطل، ما رأيك في بعض المرح الآن وهنا؟ then welcome to crushing crew. مرحبا فيك في لعبة crushing crew match، مباراة. طيب يقول each round consists of two phases. يقول كل جولة تتألف من قسمين، preparation and battle، التحضيرات والمعركة. right now you are in the preparation phase of the first round. انت الآن في تحضيرات في المرحلة الأولى من التحضيرات. I have a stop time for now but don't accept any favors. يقول وقفت الوقت الآن، لكن لا تتوقع مني تفضيلات لك في المرات القادمة. that after training، يعني بعد التدريب، وهاي مرحلة التدريب، بعد التدريب ماكو رحمة. يعني make sure you keep an eye on that timer، ودائما راقب التايمر. يقول عينك دائما على المؤقت هذا يعني وانت تلعب. these are all players in practice match. هذول كل اللاعبين موجودين في اللعبة. يعني شوف المستطيل مالهم الازرق. you need to keep your health and reduce the health of the all opponents. يعني طبعا تقلل، تهجم على الخصم وتقلل الهيلث ماله، يعني تكتله وتحافظ على الهيلث مالك انت، على الشفاء مالك انت. that's the health I am talking about. هذا الشي اسمه مستطيل الاصفر شايفينه، يقول هذا اللي اتحدث عنه. if you lose battle you will lose some of your health. اذا خسرت المعركة تخسر بعض من الشفاء مالك. as simple as that. بكل بساطة، بكل هاي البساطة. you can spend mana in the store to buy fight figures. يقول المانا تخليك تشتري اللاعبين والشخصيات من الستور. المانا هاي شايفها ثلاثة أربعة فوق. الآن عندي 10 أنا موجودة على اليمين الشاشة في الأعلى. each round you got 10 mana. في كل جولة تحصل على 10 mana. طبعا الشخصيات يختلفون بالقوة، واحد عن الثاني، في واحد أقوى من الثاني. for out of pocket expenses يعني للمصرف الشخصي. الآن يقول لي دوس هنا، بس هنا شوف يريد ينزل اللاعبين. after death increase plus 4 and of random only. يقول بعد الموت الشفاء والدمج يزيد، الدمج يزيد 25% والشفاء يزيد 15%. راح انزل هنا، انزل لاعب وهذا الثاني راح انزل هنا. طيب hurry up and fight. بسرعة قاتل. راح ادوس هاي وراح اقاتل. this is the battle. هذه المعركة. the figure simply bump into each after of other here. والمعركة هنا موجودة، الشخصيات تهجم على بعضها هنا. exchanging blows، يتبادلون اللكمات. the battle is automatic. يعني كل شيء اوتوماتيك، انت ما تجيسه، تجيس شيء بس عليك تنزل بالاعدادات تسوي الشغلات المطلوبة. but you will need to combine the figure correctly.
لكن عليك تجميع الشخصيات بصورة صحيحة. تمام جي سي كل طبعا كل شيء اوتوماتيك. tough luck there but don't worry يقول حظ عاثر عندك لكن لا تقلق. we will get back at him later راح ننتقم منه بعدين. يقول you lost some health فقدت الهيلث مالتك الشفاء. make sure it doesn't run out واحرص على انها ما تخلص كلش. and now to the next round والان الى الجولة الثانية. طبعا انطاني مقاتل ثالث. الان راح انزل ثلاث مقاتلين. let's increase the rank of your warrior ونفس الوقت راح ازيد الرتبة مال المحارب مالي. يعني راح اسوي ابديت للشخصيات المقاتلة حتى يصيرون اقوى يعني. by buying a few more by combining finger with its copy you increase its experience more experience fighter or more effect. طبعا اذا زدت الخبرة مع المقاتل مالك المقاتل اللي عنده خبرة يصير اقوى واحسن في الوضع في المعركة. everyone know that كل يعرف هذا. خل انزل شوف الان طورناه الان صار A great experience increase the parameters of, of the figure and rank in his زدنا الرتبة والبارامتر ماله. now let's give the warrior some strength take this wonderful potion خلينا نعطي المحارب مالك نعطي بعض القوة. هاي بوشن قوة راح نعطيها للمحارب مالي. طيب شايفين الان ما قريناها بس اعتقد الرانك صارت اثنين. اي موجودة الرانك صارت اثنين. الشفاء ماله 57. راح اروح المعركة الان. الان انتقمنا منهم. شوف يعني يريد يبين لك بس الرانك الرتبة والبورشن اذا تنطيل للشخصيات المقاتلة مالتك شلون يصيرون اقوياء. that's better all this is here in battle يقول هذا احسن. we have detected the enemy alright تعاملنا مع العدو بشكل صحيح. There are our rewards. Let's see what else we have here. هاي جوائزنا. خلينا نشوف شنو عندنا بعد هنا. هاي الكوس. شريط المهام والكوس بهاي. أو some rating your earn unlock rewards and new opportunities just like in real life. يقول مثل الواقع الحياة الطبيعية يعني الفرص تأتيك عليك استغلالها. هذا واحد من الشخصيات اللي انفتحوا يعني. I need to show you something else. أريد أن أدليك شيء شغلة ثانية. You must tear the game. أنت سيد اللعبة. Collection مجموعات. خلينا نشوف المجموعات. طبعا هاي المجموعات الشخصيات اللي تجمعها انت. ابجريد شايف تسوي له عندي 100 قطعة ذهبية نقدية انا ذهبية. هو يحتاج 50 ابجريد. الان رفعناه. شوف لاحظ الشفاء شلون يصعد 22 والدم يصعد 11. يوز يقول استعمله. استعملته. now let's choose fearsome nickname for you يقول يريد يسجل اسمي.
سجلنا الاسم you aren't there than the basics a good luck and future better. تعلمت الاساسيات حظا موفق في المعارك القادمة. الان يدور معركة هو. حصلنا معركة باتل العقلة. خل ننزل ابطالنا، ما نزلنا ابطالنا. هاي بورشن نطيح الواحد من الابطال. الان اقول معركة. انتصرنا. راح ننزل الثالث، البطل الثالث، وننزل البطل الرابعة، والبورشن انطيه 58، هذا اقوى واحد فيهم، واقول له فايت. لك هذا ملاكم. والله لعبة جميلة. شوف انا الان كونتينيو، يقول after this summer's baby baby from guard of them which is equal 50%. يقول يعني الـ بعد الـ موت شخصيتك الـ الدمج ينزل 50%، يعني تضعف الشخصية بمعناته. دمج اكتوالت اوف ذا تايم ذا كارد جو ديث. طيب خلينا ننزل واحد. نزلت واحد، ها 58 قوي شوية. هذا بورشن، بورشن انطي اللي يستاهله. اوف هذا بندقية بيده. راح يخلصنا كلنا هذا بالبندقية. لا زين قتلنا. كونتينيو. راح اكتب بهذا القدر حبايبي، ما راح اكمل. اللعبة بينت واضحة ويانا. اتمنى تكونوا استمتعتوا فيها. راح اخلي لكم رابط اللعبة بالوصف حتى تشاركوني اللعبة، وحتى القاكم بلعبة جديدة. هذا اخوكم ماجد، في امان الله. قبل لا اغلق، واحد سألني قال ليش ما تكمل اللعبة، يعني انت تلعب بس تعرفنا على اللعبة وهاي. فانا راح العب مستويات متقدمة بعض الالعاب الحلوة الجميلة. راح العب مستويات متقدمة، ترقبوها ان شاء الله، وراح انزلها لكم في الايام القادمة. في امان الله.